وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. برحب بحضرتك أستاذ نجاد. إذن وأنت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كيف تنظر لاستجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة الحقيقة لتوصيات التي خرج بها الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي؟ مساء الخير. طبعا أنا من الأول، من بعد ما الرئاسة أصدرت بيانها الشهير من أن الرئيس طلب أن لا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة، وأن التدابير الاحترازية واجب استخدامها بشكل أوسع، البيان اللي صدر عن الرئاسة، وإحنا متفائلين جدا بأن هذا ربما كان خطوة قوية جدا ودفع إلى حل مشكلة الحبس الاحتياطي المطول والمكرر بشكل نهائي. النهاردة النائب العام أصدر قرارا بفرج عن 150 واحد بصرف النظر، أو 151 واحد بصرف النظر عن العدد وبصرف النظر كده، احنا بنعتبر ان دي خطوة ممتازة بعد حوالي سنة تقريبا توقفت فيها الإفراجات الجماعية بشكل أو بآخر. أنا طبعا ما عنديش أسماء أو ما أعرفش أي قضايا، لكن اللي أنا متأكد منه إن أي حد يخرج بره السجن هذا مكسب، إنه إنهاء قضية الحبس الاحتياطي المطول مش هتتوقف على إفراج عن 150، لكن لابد أن ننهي هذا الملف بشكل نهائي. مرة ثانية شكرا لمعالي السيد الرئيس أولا لبيانه الذي أثره، لأنه ده كان له دفعة قوية جدا، وطبعا شكرا لمعالي النائب العام أنه أمر بمراجعة مواقف المحبوسين والإفراج عن 150، وندعو النائب العام لمزيد من الإفراجات، مزيد من المراجعات حتى من هذا الملف. طيب أستاذ نجاد، يعني في إطار الجلسات التي كانت منعقدة داخل أروقة مجلس أمناء الحوار الوطني، يعني بعد أن تم مناقشة هذه القضية، وهي قضية يعني كانت الحقيقة قضية حساسة جدا، كيف نظرت لتطرق الحوار الوطني بشكل أساسي لهذه القضية وما يشابهها من قضايا؟ بصي، الحوار الوطني طبعا بيعمل وفقا للدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس، واللي قال فيها ترتيب أولويات العمل الوطني، فبتترتب على في المستوى السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. احنا المحور السياسي في رابط حقوق الإنسان، احنا رتبنا القضايا وفق أهميتها، فتكلمنا عن التمييز، تكلمنا عن الحريات الأكاديمية، تكلمنا عن قوة المعلومات، تكلمنا عن الحبس الاحتياطي اللي يعني في الحقيقة مرة تانية استجابة السيد الرئيس التوصيات وبيانه القوي ربما يساهم في إغلاقها. فاضل عندنا التعذيب، وفاضل عندنا أوضاع السجون والسجناء، وفاضل عندنا الحبس في قضايا الرأي، وبكده نبقى رتبنا الأولويات وقدمنا توصيات وتبقى مسألة التنفيذ. طبعا مش المفروض أن الرئيس يتدخل كل مرة بنفس القوة، المفروض الحكومة تبقى منتبهة وتتعاون أكثر، المفروض مجلس النواب متعاون أكثر. الحوار الوطني ليس بديلا عن مؤسسات الدولة، ولكنه يقدم مساعدة لمؤسسات الدولة، هي دي المشكلة الحكاية. طيب، يعني في إطار الخبر الذي ذكرناه الآن، تم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين يقدر عددهم تقريبا ب 151 متهما، كيف تنظر لهذا الرقم؟ أنا رأيي يعني بصي، أنا أقول لحضرتك حاجة، الرقم ماهوش كبير لكن دلالته مهم، أنه جاء بعد توصيات الحوار الوطني بإنشاء الحبس الاحتياطي بأقل من شهر تقريبا، وبعد بيان فخامة الرئيس بعد أقل من يمكن 21 يوم تقريبا، فده بيؤكد أن في حركة والحركة فيها بركة، وبالتالي الرقم ممكن يبقى مش كبير، وهو بالقطع مش كبير، لكن في كل الأحوال هو له دلالة أن ربما كانت يعني هذه زي ما بيقولوا كده نقطة تنطلق بعدها المياه في المواسير، ونشهد أعدادا كبرى من الناس خارج. وصلت الفكرة. أنا بشكرك الحقيقة جزيل الشكر أستاذ نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.